السلام عليكم، كتيري لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحيحة لاباس؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الملاقية ثلاثية، كتشبه الثلاثية، زوينة وخفيفة ودغيا كطلع دغيا وتبان الشكل ديالها بحال ديال السنسول، بحال السنسول ديال الرندا. هاهي البنات، والخدمة ساهلة، الخدمة ديالها ساهلة. انا غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. ان شاء الله نبداو على بركه الله. المهم البنات، اول حاجه الخيط على أربعة. انا دائما كنخدم الخيط على أربعة باش تجيني الخدمه رقيقه ومتقونه. بسم الله على بركه الله. انا شديت بديت الخدمه. كنديرو غير جوج اعمده وكنضربو في الثوب. ها هو الثاني كنطلعو بجوج. وكنقربو الخدمه وكندير عمود. كنجي نضربو في الثوب، كنطلع بجوج، نقلبو الثوب، نزيد عمود على هاد السلسلة اللي درت، هاد جوج سلاسل نزيد عليهم عمود، وكيولو عندي جوج أعمدة. نجي لهاد البلاصة نفس العبار، نطلعو بجوج هنا وندور الخدمة، نقلب الخدمة، ندير عمود ونمشي نضربو في الثوب. ونطلعو بجوج نفس الشكل ونقلب الخدمة ونزيد عمود على ثلاثة ديال السلاسل. ونخرجهم، نجي لهاد البلاصة هادي، ندير فيها غرزة حشو ونطلعو بجوج وندور الثوب ونزيد عمود ونمشي لهاد البلاصة دي هي الطريقة البنات ديال السنسول ديال الكروشي. ونطلعو بجوج، خدمة ساهلة. هاد بنايا خدامة بشوية باش نفهمكم. ونزيد عمود ونخرجهم بجوج ونمشي لهاد البلاصة ونطلعو بجوج، نقلب الخدمة، نزيد عمود ونضرب في الثوب غرزة حشو، سلسلة نديرو فيها جوج ديال السلاسل، نمشي لهاد البلاصة، نزيدو غي على عمود واحد على السلسلة اللي درنا، دوك جوج سلاسل اللي طلعنا بيهم في الجناب، نزيدو عمود.
تجي بحال ما هكا بحال السنسول.